أن تكون الثورة الإصلاحية لجهة معينة. لذا في نهاية المطاف أدعو الشعب العراقي للتوحد من أجل إنهاء معاناته. ولن أكون أنا القائد، بل الشعب قائد، وأنا فرد من أفراده. ليس إلا قبل أن يفوت الأوان ولا تحين مندم. أقف بين أيديكم وقد خيروني بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. كلا كلا يا محتل، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. إلى أستاذ أنور الحمداني، استديو 9. ديقار شاهد ديقار. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الصوت الزمن المخرج مال بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، يا شعبنا العراقي الكريم، ها هم أبناءكم الآن ما زالوا مستمرين في ثورتهم، ثورة عاشوراء ومحرم الحرام، وهم معكم الآن مباشرة. السلام عليكم يا شباب. ما زالوا مستمرين في ثورتهم، ثورة عاشوراء ومحرم الحرام، وهم معكم الآن مباشرة. السلام عليكم يا شباب. رفع ايديكم. الله وبركاته. الزعيم العراقي سماحة السيد مقتدى الصدر يقود هذه الثورة من أجل كل العراقيين، فإحنا نريد كلية نثبت للعالم بأن شعارنا واحد: عاش 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 العراق. يقود هذه الثورة وياهم زي المخرج. فإحنا نريد كلية نثبت للعالم بأن شعارنا واحد: عاش 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 العراق. عاش 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 العراق. عاش 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 العراق. هيهات منا الذلة. هات منا الذلة. هيهات منا الذلة. اخوان سنة وشيعة، هذا الوطن من بيعه. أيها الأخوة، أيها المواطنون، أيها السائرون، اليوم الحاج صالح محمد العراقي أصدر بيانين مهمة، فضروري تكون واضحة قدامكم وياهم الزميل المخرج. البيان الأول: باسمه تعالى، بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر ما يلي: أولا،
نص الصوت للمخرج حتى الصوت يكون واضح بس يوصلهم. إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور. يعني أنتوا رجع إذا بيخلص صورتي، يعني أنتوا مستمرين، أنتوا مستمرين، لكن تسليم قاعات البرلمان اللي حقيقة يشكر رئيس البرلمان الأخ محمد الحلبوسي أنه وقف جلسات البرلمان وخلاكم أنتوا تمثلون الشعب العراقي، والآن هذا المجلس اسمه مجلس الشعب العراقي مو مجلس النواب، والحاج صالح محمد العراقي أعلن هذا الشيء بأنه تم تحرير مجلس النواب وتحول إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال. وفي البيان الثاني الحاج صالح محمد العراقي قال إنه نظرا لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الاعتصام الشعبي لثوار محرم الحرام فقد تقرر تشكيل لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة وتقديم كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين، على أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من خلال وزير القائد الحاج صالح محمد العراقي حصرا. يعني التوجيهات الخاصة فقط، ارجع لي زمن المخرج، فقط من الحاج صالح محمد العراقي، روح على صورتهم زمن المخرج على الشباب. وأسماء اللجنة، يعني انتم اللجنة كلهم تعرفوهم، كلهم شخصيات كريمة ومحترمة وعراقية أصيلة، فنرجو التعاون بيناتكم بشكل مستمر. السيد حازم العرجي، السيد إبراهيم الجابري، السيد حاكم الزاملي، الشيخ محمد العبودي، الأخ تحسين الحميداوي، والأخ حسن نجل الشيخ علي الكعبي، والأخت شيماء العبيدي، ذولا هم اللجنة اللي تتواصلون وياهم. ويا الزميل المخرج خلنا نسمع صوتهم واعرض قبل اعرض لصورة اللجنة حتى تكون واضحة. صور أعضاء اللجنة، هذه صور أعضاء اللجنة، لكن صور أعضاء اللجنة رقم 16 تمام، لكن أي تصريح أي بيان رجع الزميل المخرج فقط حصرا من الحاج صالح محمد العراقي. أنتوا يا شباب الآن أريد أسمع هواساتكم وأريد أسمع رسائلكم وياهم الزميل المخرج. نعم للعراق كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للأحزاب. أخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة، أخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة، أخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة، أخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة. شباب أرد أقول لكم معلومة أرجع زمن المخرج، خلي الصورة وياي الصوت بس تصل منك حتى هم يسمعون، بس أرد أقول يا شباب الثورة هذه ثورة عراقية، وسماحة السيد مقتدى الصدر زعيم وطني عراقي وشخصية عالمية بالعالم أجمع. زمن المخرج الصوت نصي هناك، يعني لا تسور الباكراوند يرجع. أرد أقول لكم أكو بعض المغرضين جاي يصدرون بيانات غير صحيحة، الهدف منها شق الوحدة الوطنية وشق الصف الوطني، ويدعون بأسماء رؤساء عشائر وقبائل عراقية أصيلة. وللأسف هناك بعض السياسيين الخونة اللي أطلق عليهم من خلال أبناء عشائرهم وقبائلهم بأن ذولا خونة، ما يمثلون أهل السنة، ما يمثلون أهل العراق الأصلاء، مثل محمود المشهداني ومثل مثنى السامرائي وحتى خالد العبيد، ذولا اصطفوا ويا قوى الشرق والغرب، وما اصطفوا ويا سماحة السيد مقتدى الصدر، وما اصطفوا ويا أبناء شعبهم العراق. ولهذا أصدرت العشائر والقبائل العراقية من بيانات قبيلة السادة المشاهدة عشيرة البوشبلي أصدرت بيان نفت بها أو به أي معلومات أو أي أخبار مزيفة
يدعيها محمود المشهداني بأنه أكو تخويل إلى بأن يصطف ضد ثورتكم. بالعكس، الشيخ رافع حاتم الشبلاوي شيخ عموم عشيرة البوشبلي وياكم، ويرفض الزج باسمه بمعلومات تدعي أنه يؤيد الإطار مثل ما قال محمود المشهدان للأسف ببيان مزور. والصفحة الرسمية لعشيرة السادة البشبلي أيضا أصدرت بيان، جعل زم المخرج، نفت به أي تصريحات مفبركة تدعي بأن العشيرة وقبائل سامراء أو الطارمية أو الراجدية تقف ضد ثورتكم. هذه معلومات مفبركة من عندهم، وإنما كل أبناء الشعب وياكم، كل العراقيين وياكم، وأخوان سنة وشيعة وهذا الوطن من بيعه. شو تقولون لذول الخونة؟ شو تردون عليهم؟ ذول الخونة اللي باعوا ضميرهم، باعوا عشائرهم، المشاهدة والسوامرة، كلهم براء من هؤلاء المدعين أمثال مثنى السامراء ومحمود المشهداني وحتى خالد العبيد اللي خان أهله وناسه. شو تردون عليهم؟ هذا الوطن من بيعه؟ صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد. خلي ياخذ لقاح حتى يتفرق شوية. يلا وين حشوة؟ من وين حشوة؟ غير من النار. بعد حق اللي يسوي لقاء وياك. اسمع صوتكم سماحة الشيخ اللي بصفك، انا ستين مايكروفون، اريد ردك على ذول المدعين السياسيين، على ذول محمود المشهداني ومثنى السامراء اللي يحاولون يشقون الصف الوطني، كل العشائر وكل القبائل السنية والعائلة وياكم. ما اسمع فهمني. قل نصي شوي نصي. استاذ انور ردك يقول لك على السياسيين اللي يريدون يشقون الصف الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. استاذ انور احييك اجمل تحيه، فانت مناضل دائما، وكنت في استوديو التاسعة تقاوم المالكي وزبانيته. تسمع الاستاذ انور؟ كمل حاجة كمل. استاذ انور تسمعني؟ كمل. اخي العزيز استاذ انور، انا اعرفك وعلاقتي قوية جدا. الله يسلمك. فانت جزاك الله خير الجزاء، وجزاء هذه القنوات خير الجزاء. هؤلاء الذين يصيدون بالماء العكر اصلا لا حاجة لنا بهم، كما قال السيد القائد، هذه ثورة الشعب، هذه ثورة الشعب، والشعب هو القائد. هذه ثورة الشعب والشعب هو القائد. والان احنا وين؟ مو امام مجلس البرلمان مجلس الشعب؟ استاذ انور احنا وين الان؟ مو امام مجلس البرلمان مجلس التشريع؟ فنحن الآن بفضل الله تبارك وتعالى، وهذه الوجوه المظلمة، هذه الوجوه اللي أكلوا حقه، هذه الوجوه اللي أكلت حقها الأحزاب، واللي خارج الحدود، اللي جوي الميليشيات القذرة كما قال السيد القائد والمنفلتة. حتى الحج الشعبي أنا أتكلم، وأنا أربع سنوات دامت في الحج الشعبي، طلعوا لي لأنه عادل وحق. هسه 50 ورقة يطوعونه. الشعب التاسع دلور، الشعب راح، الشعب انظلم، الشعب راح. والله العظيم إذا ما صارت هاي الثورة، أنا أقول للسيد القائد على الله مقامه، وأنا دمي شايلة بيدي، إذا ما يسوي النشارة ترى المالكي والمليش القدرة وحتى مكافحة الإرهاب باحترام واعتزازي بالنجفة ترى يسحقوننا يموتوننا. سوي النشارة سيد القائد، سوي النشارة. أنا الشيخ علي الحميداوي ابن عبد حسين الحميداوي المعجادي لسرايا السلام، وهو ابن عشيرته، لكن أنا طالب علم ابن المرجعية. وأحيي السيد السستاني أعلى الله مقامه، اللي سد باب بوجه
هؤلاء المنحرفين من 2003 اريد محاكمتهم استاذ انوار، اريد محاكمتهم. وين صاروا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عظم الله اجور المؤمنين بذكرى استشهاد امير بذكرى استشهاد ابي عبد الله الحسين، بدايه على المتباكين على هذا الشعب. أمرار يقولون نحن يبثون دعايات بأنه أو ننسحب أو كذا. إحنا حاليا ما ننسحب، مستمرين كما قال صالح محمد العراقي عنه وزير القائد، مستمرين وباقين هنا ومعتصمين. والآن نفرغ المبنى البرلمان، نحتصم خارج مبنى البرلمان يعني بالساحة بالمناطق المحيطة مدائر البرلمان، ونحن على أتم الاستعداد بأي أمر يأمرنا به سماحة السيدة عزه الله. إذا يحتون هالشيبات الطيبة اسألهم، هالشيبات الطيبة خلي يحتون. أنا أسألهم. تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية حب وإجلال للعرب العراقي أنور الحمداني. رسالة إلى أبناء الشعب العراقي. العراقي يناديكم، هل من ناصر ينصرني؟ العراق الجريح، هاي آخر فرصة، آخر فرصة، والله آخر فرصة لكم يا عراقيين. اطلعوا بثورة، تعالوا ساندونا، هاي ثوار عاشوراء منتظرينكم. اطلعوا ناصروا، اطلعوا نصروا الامام الحسين سلام الله عليه. لا تبقون قاعدين ببيوتكم، اهل المواكب، شيوخ العشائر جميعا. يا حيد يا حيد يا ابن الحيد. هوسه هوسه من العراق. اولا هاي المظاهرات سلميه، ثانيا بدون فتنه وبدون نفاق. هاي المظاهرات اكراما لسيد القائد مقتدى الصدر. شو حجي بس حجي قاعد احكي لذا هاي. انا امام هاي القناه انا مثقف، بس دول مو ثقافه، دول حمج البرلمانيين. يا سيد مقتدى، يا حيد يا ابن الحيد، عمت عين الرجال اللي ما تمد لك ايد. يا سيد مقتدى، يا حيد يا ابن الحيد، عمت عين الرجال اللي ما تمد لك ايد. وحق ذاك ابوك تشفن يبراله، حسه تشفن عندك وانت خياله. توكل وركب ابو هاشم وعلي. هي توكل علي، هي توكل وركب علي، هي توكل وركب علي، هي توكل. انت اعلامي بطل، اعلامي بطل، انت قاعد غطي هسه المظاهرات، مشكور منك. اني المتحدث وياك ابو شجاع البهادلي، هذا موكب عمامك البهادل، ما ننسحب منه والله لو على قصايد. الفاسدين قاعدين يبقون بفلوس العالم. عمي ملينه، انا هسه شاب معقل والله العظيم 10,000 دينار بجيبي. هالساقطين باقون هذول، هذول عمي، هذول من ذاك اليوم لحد اليوم يبوقون بالشعب. عمي خلي يولون مين ما جو، خلي يولون، خلي يجي واحد مصلح. خلنا نحكي يا مسلم، خلنا نحكي، خلي واحد يجي مصلح يلزم الشعب العراقي. بشرفك هسه احنا لا خدمات، لا تربيه، لا صحه، لا كلهن معدومات عندنا. عندنا احنا اكثر شيء عندنا النفاق والدجل. احنا نريد واحد يوقف هنا بالبرلمان ويمثل الشعب العراقي. وهاي العالم القاعده، العالم قاعده. عمك قاتل جوع انت، خلي بالك يمي. استاذ انور احكي وياك. اول شيء بارك الله فيكم امامنا البهادل، بهادل شجعان وابطال الكرام، ولا يهونون كل عمامنا وكل قبائلنا العربيه وعشائرنا الكريمه. لكن دول الفاسدين احنا بوحدتنا جميعا نستطيع ان نقضي عليهم ونرجع حقنا. والعراق، العراق يستاهل، وانت ولد العراق. استاذ انور خلي بالك يا بث مباشر وياك. استاذ انور وياهم بالله الكريم، انا احكي وياك احد رموز البهادل والنعم، والشيخ ميثم بن كاظم الصدخان رئيس قبيله البهادل والنعم، داعم للمظاهرات. ما انسحب لو اعرف لو سجن ذا بالشارع. باقونا استاذ انور، باقونا 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 باقونا. اريدك توجه دعوه لكل القبائل والعشائر العربيه، اريدك توجه دعوه. احنا استاذ انور احنا نريد اصلاح، نريد الاصلاح،
ملينا تعبنا باقونا اجوا على ظهور الدبابات هالسافلين الساقطين الله لي يوفقهم الله لي يخليهم بجال حسين عطل الشيخ يا شباب يا شباب يا شباب اسمعوني ولا من خلال برنامج استوديو التاسعة مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم وهاي ثورة حسينية بارك الله فيك ثورة حسينية وإن شاء الله وهاي رسالة لأبو هاشم هذا الجمهور ما يسحبه والله ما يسحبه إذا ما يسوون حل لأن شبابنا تدمرت عوائلنا تدمرت شباب بعزة الولد عمره 12 سنة بالسجن طبوا على مراكز الخنساء طبوا على مراكز العراق شباب وبروح الورد عمره 12 سنة بالسجن يعني وين صايره الله يرضى يعني كبسله وكريستال منين طبت عمي احنا شيوخ عشائر قمنا ما عندنا سيطره على شبابنا يجيك عيونه حمر يجيك مدشتونه عمي سووا لنا حل عم الله كفيلك سووا لنا حل وان شاء الله هاي ثوره حسينيه باسم ابو هاشم ما ننسحب للموت نعم ان شاء نعم الله ما ننسحب ما ننسحب نعم نعم كلا كلا لامريكا نعم نعم للعراق كلا كلا للاحزاب كلا كلا للاحزاب يا عزيز كلا كلا لامريكا يا عزيز والسلام عليكم ورحمه الله دلل يا ابن محمد وين تريد تودينا دلل يا ابن محمد وين تريد تودينا دلل يا ابن محمد بارك الله فيك وين تريد تودينا دلل يا ابن محمد وين تريد تودينا دلل يا ابن محمد عمي ما يعجبه ما يعجب قائدنا بالبطن شيل ما يعجب بالبطن شيل ما يعجب قائدنا هذا نور رساله للأطار رسالة للأطار يحلمون يأخذون فلوس النفط بعد يحلمون هاي على دمائنا ودماء عوائلنا نهائيا ما يأخذون فلوس النفط بعد سادة أنوار السلام عليكم بس هاي النبي هاي الحكومة الفاسدة من ريدها وثورة العشرين والله العيدة هاي الحكومة الفاسدة من ريدها ثورة العشرين والله العيدة هاي الحكومة الفاسدة من ريدها بس اريد منكم شغله يا شباب تسمعوني لو لا والله انا شقدم اقول والله عار على الرجال النايمه المفروض هسه كل رجل يجينا ذول ببيوتهم النايمين انور الحمدان انا احكي وياك من الخضراء عايف جهالي وعايف بنات وعايف كل شيء عندي جاي مضحي اسمع يا شباب ارد احكي لكم حكايه ذول المغرضين التابعين للاحزاب التابعة للشرق أو الغرب تقول أنتوا طالعين من أجل مصلحة إحنا ردينا عليهم مثل ما رد عليهم سماحة السيد مقتدى الصدر هذه ثورة عراقية فأريدكم الآن النشيد الوطني ترددونه ويا صوته راح يسمع حتى كل العالم يسمع أنتوا عراقيين وتمثلوا العراق أريدكم ويا العراق أريدكم ويا النشيد الوطني بارك الله بيهم ارفع لهم النشيد الوطني حتى توصل رسالة للكل طيب لك يا سيد يا رغم الطيب لك يا يلا يا شباب وياكم نسمع صوتكم بارك الله بكم انتوا عراقيين وصلاة ايه عافية كافي والله بس تروح على العالم الفقري جيش وشعب متحدين والوحدة اشتراكية ايه يا ولد جيش وشعب متحدين وحدة عراقية وحدة عراقية اسمع عراقي اسمع دخل اي الاحزاب سننور الشباب يسمعوك اذا تريد تحكي وياهم يا شباب اريد الصوت واحد نعم للعراق
الله عيب عليكم. نعم نعم للعراق. اسمع اسمع اسمع. نعم نعم. يحب الشيء الغلط يحب الشيء. نعم نعم للعراق 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 نعم. أريد الآن هوسة لأبو هاشم للحنانة شو تقول لأبو هاشم؟ يستاهل أبو هاشم. أنا بالصدر أم شروقية أنا بالصدر أم شروقية وأنا مو ابن البعثية. وسع 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 الميدان. أنا بالصدر وأنا أم شروقية لك ما جابت نغر ولا جابت بعثية. سيد مقتدى سيد مقتدى افديك من روح وانا ابن التراخية. نعم نعم للسيد القائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي الاحزاب جتنا غضب سدوا حتى الماء العراق قطعوه حتى المعامل وقفوها بالعراق شكل شركة بالعراق وقفوه حتى اللي يقدم مشروع بالعراق يقتلوه ما اخو شيء الماء يقطعوه سدوا الماء على العراق. لك هاي لنور الحمداني ولقناة ثلوجة تستاهل قناة ثلوجة ونور الحمداني لان انتم هنا قاعد تغطون مظاهرات. هاي الهوسه لنور الحمداني وهاي القناه قناه الثلوجه المحترمه انتم منول هنا لك هوسه عزيزه ومستعز بيها جينا وعندي بس عزينا نحكيها لنور الحمداني اريد انك توديها هين تلبولها وموش بتالي هين تلبول موش بتالي هين تلبول قناة الثلوجة قناة الشعب انت سميتوها قناة الشعب العراقي. بارك الله بكم. انا اقول المالكي مو يقول احنا سرقنا البلد هو يقول احنا سرقنا البلد. رجل من يقول سرقنا البلد اما الباقي بالبلد ما يستحي ما عيب عليه. هاي الثورة اخي هاي الثورة ثورة حسينية سقوط الاحزاب كافة بحق محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. استاذ انور الشباب هنا يسمعوك اذا تريد تحكي وياهم يسمعوك. خلي يحكون هم صوت الشعب هم العراقيين اصلا اريد اسمع منهم شنو ردهم على ذول اللي جاي يخونون عشائرهم ويخونون الشعب. شو يقولوا لهم ذول الخونة وشو وجه الرسالة للعشائر والقبائل العربية وكل قبائل الفرات الأوسط جيبوا الأموي كل أهل الغربية اللي طالع اجتماع عام بعشيالف يوبو انت الفاس الأخيرة إن شاء الله مقتل المصلح وراكم وراكم وحد الموصل وياكم وديالة وياكم كل العراقيين وياكم شو تقولوا لهم الرسالة؟ طبعا نشكر استاذ انور على هاي اللي جاي يسوي ويصورنا ويانا يعني يوميا نشكره احسن من هاي القنوات مال الاحزاب جاي يصور لهم طالعين 10 نفرات البارحه ويصوروا لهم عم يصوروا لنا هلانا واحنا خاف هاي العالم تقول طالعين ضد الحشد لو شعلة مو ضد الحشد طالعين ضد الميليشيات او شو ضد الميليشيات هاي جاي تقتل بينا وتخطف بينا وتبوق بينا طالعين ضدهم ذولا.
حي الله العشائر وحي الله الناس الغيارة في ثورة الإمام الحسين الذي جددها المصلح القائد السيد مقتدى الصدر. نعم نعم للمصلح القائد، نعم نعم للمصلح القائد، نعم نعم للمصلح القائد، ودولة العدل قادمة من العراق بإذن الله تعالى. المصلح القائد السيد مقتدى الصدر. والله الإطار تنسيقي نشالة حرامية، احنا ما نريد شيء، بس السيد القائد الله يحفظه ويستره وما نريد شيء. نشكر الاستاذ انور الحمداني على متابعة المظاهرات، ونشكر قناة الفلوجة، وان شاء الله نقول له ما يقدرون يفرقون سنة وشيعة وكرد، كنا اخوان ان شاء الله. يلا بعد اسالهم يا انس يرجع يرجع حجي يا هذا الشيء العجيب ان شاء الله شيء ما اي واحد يرجع تحرك عليهم يا انس شو عذر عذر يا بشوي ما تعطونا عشائرنا فخر للكلفة متحضرين عشائرنا فخر للكلفة متحضرين ومضايفهم مشرع القعدة بس للزين مبخوت النخاهم مبخوت النخاهم حقه صار اثنين ابو هاشم نخاهم حقه صار اثنين والما يرضى الحق ربعه والما يرضى الحق ربعه بارك الله فيك استاذ انوار اذا تريد تحكي وياهم احكي وياهم يسمعوك الشباب انا ارد اسمع منهم انا ارد اسمع منهم ارد اقول ارد اسالهم شو يقولون لابو هاشم شو وجه الرساله لابو هاشم شو يقولون لابو هاشم خلينا نسمع شو تريد تقول يلا انور الحمدان ابو الغيله انا ادعي لك انت من قناه البغداديه اللي توصل صوت الحق هي هاي القناه المباركه انا ابن دياله ابو مريم ابن دياله ابن العراق الف الف دعاء لك يا انور الحمداني وقناه البغداديه وكادره ابو مريم ادعي لك قناه الثلوجه قناه الثلوجه التاسعه وهذه القناه المباركه ابن دياله ادعي لكم وكادر قناه الثلوجه وكل الطيبين ان شاء الله ما يبقى ظلم ظلم ما يبقى بالعراق ان شاء الله يزول الظلم وادعي لكم دعاء ودعاء للعراق لا مع تحزب لا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه خاصه لقناه الثلوجه القناه اللي هي اكثر القنوات العراقيه اللي هي متواجده هنا تحيه خاصه لقناه الثلوجه والاستاذ انور الحمداني اللي داعم للثورة قبل أن نوصل لمجلس النواب رسالتنا وتحيتنا وعزمنا وهمتنا مشدودة بالسيد القائد مقتدى الصدر السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله الشعب العراقي أطاه تفويض عام بدون استثناء كل شعب العراقي كل محافظات العراق فوضت السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله أنه هو ممثل للشعب بدون استثناء هو ممثل الشعب الأول يا سيد القائد مقتدى الصدر الشعب العراقي بالله وبيك هاي الفرصة ما راح تتعوض احنا نريد نحاسب الفاسدين ونغير النظام الفاشل اللي عشنا به من 2003 الهمة ابو هاشم بعد ما عندنا غيرك وانت سندنا الوحيد وسند العراق اللي يعيد هيبة العراق وسيادته وعزته قدام الدول نريد العراق يرجع عراق قوي ابو هاشم بعد هاي يمك ومفوضك الشعب العراقي بسم الله الرحمن الرحيم تحية لأنور الحمداني وتحية لثورة الإصلاح واحنا كل العراقيين متواجدين في برنامج العراق فهذا برنامج الشعب نطالب الفاسدين ظلموا الشعب 18 سنة أخي أنور الحمداني لحد هاللحظة اليوم نطالب ذول الفاسدين وكل شيوخ العشائر وكل المتظاهرين احنا مع سماحة السيد القائد مقتدى الصدر وأخوتك أخوتك العراقيين نشكرك أخو أخي أنور الحمداني على قناتك هاي الجيدة والسلام عليكم ورحمة الله السلام السيد المالكي مردنا على المرد المالكي مرد الملكي احنا خضراء احنا مرد من المالكي احنا مرد الاستاذ مرد من المالكي احنا مرد ابو هاشم مرد ابو هاشم احنا انا رسالتي سنان رسالتي لجماعه شعليه وما عليه قال له اطلع المظاهرات يقول لك انا شعليه انا عندي راتب انتم ناس مسيرين يابا هاي ثوره عاشوراء ثوره الاصلاح الامام الحسين طلع على مود الاصلاح انقتل وانذبع على مود الاصلاح يقول لك لا
عم الامام الحسين يطير على المدن للاصلاح، وهاي هنا الاصلاح. انتم جماعه المواكب نطالبكم تجون هنا تدعمون اخوانكم المتظاهرين، تدعمون التشرينيين والصدريين والسستانيين وجميع الطوائف والكرد والسني، هي مظاهره موحده. كل العراقيين هوسه باسم العراق، يستاهل العراق. السلام عليكم. اليوم احنا جينا للتخلص من جميع الفاسدين. بارك الله بكم يا شباب، واحنا باكر ان شاء الله مستمرين وياكم بالبث المباشر. وحقيقة كل قناة فضائية تفتخر ان تكون صوت لناسها واهلها. واليوم استوديو التاسعة كبرنامج جماهيري وقناة الفلوجة الفضائية الغراء تفتخر وتتشرف بأن يطلق عليها قناة الشعب العراقي، وهذا واجب كل الصحفيين. الصحفي يجب أن يكون مع شعبه وهموم ناسه، وهذه هي طبيعة مؤسسة قناة الفلوجة الفضائية من يوم تأسيسها. أنا أتذكر أنه الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف سيادة أول ما أطلقت قناة الفلوجة قال كلمة، قال هذه القناة جاءت لتكون لسان حال العراقيين، ولدت من رحم العراقيين ومعاناتهم، انحملت اسم الفلوجة لأن الفلوجة مدينة المآذن ومدينة تمثل كل العراقيين بكل قومياتهم وكل طوائفهم. تجد في الفلوجة الكردي والعربي والتركماني والسني والشيعي، تجد كل العراقيين موجودين. ولهذا يجب أن تكون الفلوجة صوت حال كل العراقيين، لا تتحزب، لا تتبع لجهة، إنما تتبع للعراق، ولا تتخذ موقف متطرف، وإنما الموقف يجب أن يكون مستمر مع العراق. ولهذا كانت قناة الفلوجة حاضرة اليوم بين ثوار محرم الحرام وثورة عاشوراء. ولهذا أيضا استوديو التاسعة هو صوتكم ومستمر وياكم. حقيقة أنا أريد أنوه على عدة مواقف اليوم ضروري التأكيد إلها، وحتى يسمعون أبناء شعبنا. أنه الأخ رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أصدر بيان للشعب العراقي أكد فيه على دعوته الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات ولغة التخويل ونصب العداء والكراهية بين الأخوان في الوطن الواحد، ودعا جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي الأزمة حاليا تحت سقف التآزر العراقي وآليات الحوار الوطني. وقال للمتظاهرين إن رسالتكم واضحة والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب ومحط تقدير، وقد حال الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية. بالمقابل جعل زمن مخرج الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف سيادة عبر عن موقف العراقيين الملتصق والمتناسق مع ثورتكم العظيمة عندما قال في الوقت الذي ندعم فيه بيان الأخ الكاظمي لمعالجة الوضع السياسي المرتبك، فإننا نؤكد حرصنا على الحوار الوطني الجاد للوصول إلى معالجات حقيقية لخطايا النظام السياسي وما نتج عنه من عوائق. حوار القوى الوطنية يجب أن يستفيد من الكفاءات العراقية المتخصصة في صياغة مستقبل أفضل تحالف سيادة. وأيضا الأخ محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب أعرض لنا أيضا زميل مخرج تغريدة الرئيس محمد الحلبوسي الذي قال نؤيد مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حل بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد، ونؤكد أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار والمضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة وصولا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات
زمنية محددة. أيها الثائرون، في هذه الأيام من شهر محرم الحرام، ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت ثورة ضد الظلم ولأجل الإصلاح. واليوم سماحة السيد مقتدى الصدر كزعيم وطني عراقي يعيد جذوة ثورة الإمام الحسين في قلوب كل العراقيين بمختلف قومياتهم وطوائفهم. اليوم أيضا تابعنا قبل نصف ساعة برصدنا إقامة مجلس حسيني بمناسبة شهر محرم الحرام، وقد كان فيه الأخ السيد بهاء الحسيني. شو أعرض لي بالله زميل المخرج هذه اللقطات اللي وصلتنا إلى الآن؟ يعني حقيقة سيد بهاء الحسيني وعندك مو من المجلس الحسيني؟ بي صوت، بي صوت زميل المخرج، أعلى صوت. يا أبا عبد الله اسمعنا يا أبو علي مولاي، يا حسين يا بواي ما يرنا صيحنا بيك أمنا ولا صيحت عراقي فاي لا دعوة ومجرر هلا منشد الفقراء السيد بهاء الحسيني في مجلس حسيني أقيم بقرب مجلس الشعب البرلمان قبل قليل. حقيقة احنا رصدنا مستمر، واستوديو التاسعة برنامجكم وصوتكم يا الثائرين يا شعب العراق جميعا، وهذا واجب كل فريق العمل اللي متفاعل وياكم، المصور ضرغام، أنس يوسف ابنكم وأخوكم وصوتكم، المهندس أحمد الحمداني أيضا ابنكم وأخوكم وصوتكم، وتحيات حسن الموسوي هذا أيضا الشاب العراقي الأصيل هو كان معكم اليوم، وإحنا مستمرين إن شاء الله وياكم. وكذلك تحيات فريق البرنامج صلاح عبد الله، خلود الزيادي، وطبعا أثير الفاضل يقول تسمح لي أجي يابا تعال حي الجمهور، حياك الله المخرج أثير الفاضل، وأنا خادمكم أنور حمداني. السلام عليكم.